Yeah! حياكم الله واهلا بكم احبتي مشاهدي قناه سامراء الفضائي ونحن نلتقيكم من جديد عبر برنامج سامراء سبورت حقيقه هذه الحلقه ستكون مخصصه لمناقشه منتخبنا الوطني والمباراتين التجريبيتين التي انتهتا بفوز المنتخب العراقي المباراه الاولى انتهت بهدفين مقابل هدف واحد والمباراه الثانيه انتهت بهدف دون رد سيكون معنا في الاستوديو ان شاء الله الكابتن شاكر محمود عضو الهيئه الاداريه لنادي اربيل والحكم الدولي السابق مرحبا بك كابتن اهلا وسهلا بك واهلا وسهلا بقناه سامراء ومشاهدي قناه سامراء وبكادر سامراء يا مرحبا بك كابتن كابتن حقيقه يعني خلينا نحكي بشكل مباشر عن منتخبنا الوطني وطريقه استعداده ولتصفيات كاس العالم والمباراتين التي انتهتا بالفوز المنتخب العراقي يعني هذا الفوز رغم انه مباراه تجريبيه الى انه يعني مهم جدا لانه راح يحسن من تصنيف المنتخب العراقي في تصنيف فيفا ما يعني انه راح نجتاز العديد من الفرق اللي ممكن انه يشكل بعض الخطوره او الاحراج لمنتخبنا في التصفيات الاسيويه طبعا بسم الله الرحمن الرحيم قبل الدخول في معترك هذا المباراه لازم يجب التحدث عن امور كثيره في الدخول لهذا المعسكر التدريبي اللي اقامه الاتحاد العراقي لكره القدم بالاضافه الى ذلك طبعا الاتحاد العراقي بعد ما اوفى وتعهد للفرق الدوليه العراقيه بعدم تاجيل الدوري وهذه الحاله طبعا اصبحت سلبيه انعكست بظلالها على الكره العراقيه بكل تاكيد لكن كانت تفكير اتحاد كره القدم اللي هي المنتخب الوطني هو الاسمى والاهم من الدوري العراقي اللي هيئ معسكر مع تدريبي في الامارات وتهيئه عدد من المباريات الدوليه لكن للاسف الشديد بعد ان كانت هناك اكثر من اربع مباريات قدر ان يهيئ مباراتين مع نفس الفريق الكونغو وطبعا هاي المباراتين حقيقه كان الجمهور العراقي يترقبها بشغب من خلال ما اصبح العراق في تسلسل اسيوي يحسد عليه في التسلسل داعش هذا طبعا لا يليق في الكره العراقيه وما طمح به اتحاد كره القدم والجمهور العراقي يجب ان يكون التسلسل كما كان عليه في السابق ما بين الخامس او السادس او الرابع لكن الحمد لله والشكر بعد ما هي هاي المباراتين وفاز في الاولى وبعد تقديم اداء رائع 2 اه 1 رغم بعض الهفوات اللي حصلت في التشكيله اما المباراة الثانية طبعا حقيقة كانت ايضا من المباريات المهمة واللي اقدر ان يجتازها الفريق العراقي وان يضع العلامة الكاملة في المباراتين ويحصل على تسلسل اعتقد سيكون في نهايه هذا الشهر سيكون ام نكون او لا نكون من ضمن الفرق التي ستكون على راس المجموعات الثمانيه لتتألف تتالف منها القاره الاسيويه وهذا ما يبعدك ايضا عن المواجهه الاستراليه او اليابانيه او الكوريه خلينا نعم. عن يعني شغله مهمه جدا <applause> يعني مسألة اختيار يعني منتخب الكونغو، منتخب الكونغو يحتل المرتبة السابعة والأربعين على المستوى العالمي. يعني كان كان هذه المباراة تكتنفها الكثير من الصعوبة لأنه منتخب الكونغو منتخب قوي يعني أنت إذا خسرت هذه المباراة يعني نعم مباراة تجريبية لكنها تأثر على تصنيفك بالاتحاد الآسيوي طبعا هي الغاية ليس بالنسبة للتسلسل خلينا نحكيها بأمانة لكن اختيارك الكونغو وفريق فريق افريقي هذا يعد هو انجاز للكره العراقيه لان الفرق الفرق الافريقيه تتمتع بالقوه والشراسه والسرعة كل هذه المميزات أعتقد الفريق العراقي لا يمتلكها وعندما يلتقي بهذه الفرق ستكون هناك جزء سيحصل الفريق العراقي على خبرة قوية وبالإضافة إلى ذلك طبعا هو استطاع أن يجتاز الفريق الكونغو رغم أن الفريق الكونغو من الفرق المتقدمة أفريقيا وتسلسل طبعا فرق شاسع عن الفريق العراقي الفريق العراقي بعد التسعين بينما الفريق في الأربعينات وهذا دليل على أنه الكرة العراقية رغم تمرض ولا تموت ورغم هذه الظروف اللي مرت عليها خلال الفترة المصرمة وخلال الأفوات وخلال نعم. ما المطبات اللي وقع بها الفريق العراقي لكن الحمد لله استطاعت إعادة هيبتها خلال طيب هذه كابتن كابتن شاكر يعني كيف رأيت صورة الفريق العراقي في هذه المباراة؟ المباراة الأولى خلنا نحكي من الصعوبه التحكم او اعطاء الراي او تقييم بالنسبه للفريق العراقي خلال هذه المباراه او المباراتين وبما انه المدرب الحاج اكرم سلمان طبعا بدت وضمه الفريق او لمسه الفريق او وجود اكرم سلمان بدت واضحه على الفريق العراقي يعني خلال يعني معقول يعني انه بصمة اكرم سلمان تبدا تتوضح على الفريق خلال المباراتين؟ نعم ممكن 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 لأن يمتلك خبرة جدا قوية واستطاع ان يقود العديد من الفرق سواء منها العراقية او الخارجية اعتقد هو من من المدربين اللي يعتبر من اقدم المدربين العراقيين اللي عاصر الكرة العراقية اكثر من اربع عقود من الزمن قضى اكثر من نصف هذه الفتره في الاحتراف الخارجي وهذا ما يتسلح به الحاج اكرم سلمان اللي استطاع خلال هذه الفتره نامل ان تكون نامل ان تكون هذه المباراتين او هذه المستوى اللي قدمه الفريق العراقي رغم عدم رضا الجمهور العراقي في المباراه الثانيه في الشوط الاول كان ليس بالمستوى المطلوب لكن الحمد لله استطاع طيب ان يقرا المباراه طيب اكرم سلمان الاهداف اهداف الفريق العراقي في المباراه الاولى هناك من الجمهور ومن المتابعين ومن النقاد من يقول انه الاهداف لم تكن ملعوبه يعني جت هي محظ صدفه خاصه هدف همام طارق يعني كره القدم ليس بها مثل يقولون صدفه او غير صدفه المجرد انه انت تزور زياره شباك الخصوم وبما انه الفريق العراقي استطاع ان يزور شباك الخصوم لمرتين وهذا دليل على انه تفوق الفريق العراقي والفريق العراقي عندما يسجل في أهداف عن طريق الصدفة هذا يدل على أن الفريق العراقي استطاع الوصول إلى منطقة جزاء الخصوم والدخول إلى شباك هذه الخصوم وتسجيل الأهداف والخروج بنتيجة إيجابية وفوز مهم ومستحق اصبح هذا الفوز طبعا يجعل الفريق العراقي من الفرق المتقدمه اسيويا. يعني. طيب خلينا نشوف خلينا نشوف اهداف الفريق العراقي امام منتخب الكونغو في المباراه الاولى اذا اذا الزميل المخرج حاضر الاهداف نشوفها. احبتي المشاهدين منتخبنا الوطني يعني قدم اداء لا بس في الشوط المباراه الاول مباراتنا الاولى. استطاع انه يسجل الهدف الاول ومن ثم ادى تراجعه الى منطقته انه يفسح المجال للفريق الكونغو انه يندفع باكثر من كره واستطاع ان يحصل على ركله جزاء. احمد ابراهيم سجل الهدف الاول بعد 50 مباراه دوليه. حقيقه شيء مفرح بالنسبه بالنسبه لاحمد ابراهيم، احمد ابراهيم احد الزملاء اللي اعتز بهم وتربطني به علاقات طيبه وهذا شيء مفرح انه لاعب بعد خمس بعد 49 مباراة ان يسجل هدف وهدف دولي وبه مهمه صعبه وتحت ضغط نفسي ايضا على الفريق العراقي اللي كان تفكير أكثر مما ينبغي على الترتيب الآسيوي وهذا ما جعل الفريق العراقي أكثر ضغوطا من الفريق الكونغو نأمل أن تكون هاي البداية بالنسبة للكابتن أحمد إبراهيم في المباراة القادمة أن يكون من اللاعبين المميزين واللاعبين اللي الفرق تحسب لهم ألف حساب في عملية الكرات الثابتة والزاوية أو غيرها من هذه الأمور أن يكون من الهدافين إذاً كابتن يعني انا اتمنى الاخوه بالكنترول يحصلون احد الكباتن الموجودين حاليا نحاول انه نحصلهم اذا كابتن خلينا نحكي عن عن اخطاء حراس المرمى في المباراه الاولى يعني بغض النظر عن الهدف اللي ولد شباكنا في من ضرب الجزاء الا انه تحس او تشعر انه حراسه المرمى ليس بذلك الـ 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 الاطمئنان حقيقه اما من حيث حراس المرمى وما استدعاهم الكابتن عماد هاشم هناك العديد من الحراس في بقيه الفرق العراقيه من الدوري العراقي لكن كان اختيار عماد هاشم محدود بالنسبه الى محمد حميد او جلال حسن يبدو انه الفتره غير مواتيه لاختبار العدد من الحراس لكن هناك عندنا آه، نور صبري اللي طالبت اقولها بامانه طالب الجماهير العراقيه كلها طالبت بعوده الكابتن نور سبري لما يتسلح في الخبره الدوليه والامكانيه العاليه والثقه بالنفس العاليه ايضا بالنسبه لنا نور سبري نامل من عماد هاشم في المباراه القادمه ان يكون آه، نور سبري متواجد مع المنتخب اعتقد جلال حسن من المدربين من الحراس ايضا الجيدين لكن للاسف بعد ما اخفق في المباراه الدوليه الماضيه اللي هي اعتقد نوعا ما هزت من ثقه هذا الحارس اللي ما هو نتحدث عن حراسه المرمى خلي نشوف هدف منتخب الكونغو على مرمى منتخبنا وبعدين نرجع حضروا الزملاء في الكنترول مع الكابتن عبد اللطيف كاظم المدرب العراقي المعروف مرحبا بك كابتن يا مرحبا اهلا بكم شلونك كابتن الله يخليك بيك وبضيفك الكريم يا مرحبا بك كابتن كيف ترى صورة المنتخب الوطني في في مباراتي الكونغو أه حقيقة عندما نتحدث عن استعدادات المنتخبات الوطنية نعم أه نتحدث عن استحقاقات قادمة ففريقنا أه عند استحقاقات قادمة إن شاء الله تصفيات كأس العالم فعلينا أن نتحدث عن فترة الإعداد فتره الاعداد طبعا بدات بفتره تجمع في بغداد وبعدين تكملت فتره الاعداد الثانيه في دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه وفتره على ما يبدو قليله نتيجه الاعداد يعني اعداد المباراتين احنا نحتاج اعداد المباراتين التجريبيتين ومن خلال المباراتين التجريبيتين اللي لعبناها نقدر نضع النقاط على الحروف يعني نتعرف على اخطائنا ونتعرف يعني على المحاسن وعلى المساوئ نعم. اللي اداها اللاعبين في الجانب الفردي والجانب الجماعي انت شو شفت صورة المنتخب آه يمتلك خبره نعم. من المشرف الى المدير الفني الى المدربين المساعدين الموجودين فالكابتن اكرم سلمان المدرب الاول هو طبعا آه غني عن التعريف له آه خبره طويله في قياده المنتخبات والانديه العراقيه ورجل يمتلك عقليه تكتيكيه على ما حسب معرفتنا به و... وان شاء الله يكون فريقنا من خلال أكرا... كابتن اكرامون الموجودين ويا من الجهاز الفني يكون بالمستوى الطموحات طبعا طيب, طيب آ... كابتن اذا تسمح لي كابتن الان كابتن اذا تسمح لي المبار... المباراتين يعني الاولى والثانيه اذا تسمح لي كابتن بدأ... نعم كابتن انت كمتابع كرياضي كمدرب يعني شلون شفت يعني صوره المنتخب بعد امم اسيا بعد اول تجمع بعد نهائيات امم اسيا كيف رايت صوره المنتخب الحقيقه بالتاكيد كمباراه اولى يعني ما تكشف بعدين فريق الفريق اللي لعبناه فريق الكونغولي فريق من فرق افريقيا جيده إلى تاريخ وحضور سجل حضور قوي في بطوله امم افريقيا الاخيره ففريقنا احنا يحتاج الان الى تنظيم بالخطوط، يحتاج الى عمل جماعي اكثر، يحتاج الى تصرف ذهني عالي، يعني الثقافه التكتيكيه عند البعض موجوده، وعند البعض الاخر قد تكون موجوده بنسب قليله، فاحنا نحتاج يعني من خلال اللاعبين المحترفين المتواجدين خارج العراق ويلعبون بالانديه آه، نرى ان الصوره من خلالهم تكون ايجابيه. طيب كابتن هناك من يتحدث عن مركز حراسه المرمى، كيف ترى انت هذه المساله؟ هناك من هناك بدأت أصوات تنادي بعودة الحارس الكبير نور صبري والله الأمر حقيقة متروك للكابتن أكرم سلمان والجهاز الفني هو أكيد من أكيد متروك للكابتن أنت شنو رأيك؟ صبري من الحراس الجيدين يمتلكون خبرة بس على ما يبدو هي رؤية المدربين والجهاز الفني نور صبري في الفترة الأخيرة قد يكون مستوى الرجل نتيجة عمره أو نتيجة إصابته أقل من مستوى بس احنا شنو اللي شنو البديل؟ يعني احنا ما نفكر بلاعب ولا بحارس مرمى بقدر ما نفكر نخلق البديل. الحمد لله احنا الآن في ساحتنا الكروية رغم دورينا المتواضع بعض اللاعبين ظهروا بمستويات جيدة جدا. يعني بالنسبة لجلال كحارس مرمى من خلال مباراتين الاولى والثانيه كان مستوى مقنع وبعدين رجل عنده نوع من الخبره الايجابيه الجيده من خلال بطوله اسيا ومن خلال بطوله الاولمبيات ومن خلال منتخب الشباب. فمحمد قاصد موجود وياه، محمد قاصد لا يقل خبره عن عن نور صبري، يعني انا اشوفهم في مستوى واحد بس الاختيار بالاول والاخير يكون للمدرب، فان شاء الله مساله حماسة المرمى هي محسومه وان شاء الله الفريق الجيد اللي عنده حارس مرمى جيد وبديل جيد وخط دفاع جيد المهم انت ما تنطي فرصة لك يسجل هدف في مرماك وان شاء الله حراسنا يكونون بمستوى المسؤوليه. طيب كابتن حراس مرمى منتخبنا الوطني هو محمد قاصد وجلال حسن ومحمد حميد يعني كنظره اولى ولو هذا السؤال قد يكون صعب عليك يعني من تراه الاحق بحراسه مرمى منتخبنا الوطني في المرحله المقبله؟ بالمناسبة استاذ حميد المدرب حراس المرمى هو المسؤول الاول والاخير عن اختيار حارس المرمى المناسب. من خلال تواجده وياهم اكثر من المدرب الرئيسي. نعم. يعني المدير الفني ما يعرف الحراس بقدر ما مدرب الحراس هو مدرب حراس اختصاصي، فيعرف امكانيات كل حارس مرمى، فانا ارى الان يعني محمد قاصد وجلال حسن وحميد حراس ان شاء الله يكونون جيدين جدا، اي واحد يدخل. لأن هي الثقة يزرعها المدرب مدرب الحراس والثقة يزرعها اللاعبين المدافعين بعدين حارس المرمى أنا أعتبره يعني صمام أمان الفريق بكل الأحوال نعم. لأن حارس المرمى هو العين الثاقبة على اللاعبين يعني الحارس اللي يتكلم نور طبري من صفاته الجيدة كان نور طبري كان ينظم وينبه المدافعين ويصيح ويعلي صوت فهاي تعطي ثقة إلى نفسك حارس مرمى وتنبه المدافعين على وقفتهم خاصة من خلال الكرات القطرية والكرات العرضية فحارس المرمى ثقافته التكتيكية هو الكلام عن وجهة نظري طبعا نعم اذا الكابتن عبد اللطيف كاظم المدرب العراقي المعروف كنت معنا من العاصمه العراقيه بغداد شكرا جزيلا لك اذا كابتن خلينا نحشي عن المباراه الثانيه مع الكونغو اعتقد الشوط الاول كان منتخبنا الوطني يعني باداء يعني هزيل خلينا نقول عليه احنا ما نريد انه نحبط المعنويات بقدر ما نتحدث بالحقيقه نعم حقيقه بعد النتيجه الايجابيه اللي ظهر بها الفريق العراقي في المباراه الاولى ولد هذا الفوز طبعا شيء من الضغوط النفسيه على اللاعبين وعلى الكادر التدريبي وحتى على اعضاء اتحاد كره القدم المتواجدين في المباراه لكن استطاع الكابتن اكرم سلمان ان يتجاوز هذه الاخفاقات اللي حصلت في الشوط الاول من خلال اللعب الطويل ومن خلال اللعب العشوائي ومن خلال اللعب اللي قد نعتبره كصحفيين بلا عنوان، لكن بالشوط الثاني استطاع ان يضع النقاط على الحروف، ان يوظب اللاعبين وان يستطيع ان بقيامه بعدد من التبديلات اللي اصبحت اعتقد قد يكون هي التشكيله الاساسيه المعتمده. في المباراة الرسمية المقبلة اللي قد يعتمدها الكابتن سلمان في المباراة الرسمية القادمة أو في الاستحقاقات المقبلة آه الحمد لله ظهر الفريق العراقي واستطاع أكرم سلمان في إعادة هيكلة الفريق في الشوط الثاني وقراءة الفريق الكونغو الكونغولي اللي قدر أن يفرض سيطرته وأن يسجل في أول ست دقائق من المباراة عن بأقدام اللاعب ياسر قاسم واللي انتهت بهذا الهدف م. نأمل أن تكون هناك مباراة أو مستويات أفضل من قبل اللاعب اللي انا اعتقد انه اللاعب العراقي بسهوله ان يتكيف مع اي مدرب ومع اي مباراه نعم. ومع اي فريق. طيب هذه المحاور وغيرها سنعود لمناقشتها معك ان شاء الله كابتن احبتي المشاهدين سنذهب الى فاصل ومن ثم سنعود. ها قد عدنا من جديد وبرنامج سامر رائس بورت حقيقة كابتن كنا نتحدث عن مباراة الكونغو في الشوط الأول كان منتخبنا الوطني يعني متراجع ولعب ارتجالي يعني هذا اللعب الارتجالي من كان مسؤول عليه هل أنه اللاعبين لم يكونوا في الفورمة أو لم يدخلوا أجواء المباراة أم أنه المدرب يعني يعني توصيات المدرب ما كانت في محلها سبق وانت وقلت لك الفريق تحت ضغط نفسي كبير نعم وبكل تاكيد عندما يضع المدرب الخطوط وعندما يضع الخطه المناسبه الخطه التكتيكيه بالنسبه للاعبين على اللاعب ان يكون جاهز لتطبيق هذه الخطه لكن كما يبدو انه اللاعبين كانوا غير مهيئين نفسيا ولا فكريا في الشوط الاول اللي استطاع اكرم سلمان في الشوط الثاني في تلافي هذه الاخطاء وتعديل وترميم هذه الخطوط من الخط الخلفي الى الخط الامامي حقيقه الفريق العراقي في المنتخبات السابقه او المباراه السابقه كانت هناك خلل واضح في الخط الدفاعي اللي كانت اغلب الاهداف الفريق العراقي تاتي من خلال الاخطاء الدفاعيه اللي كلفتنا الكثير في امم اسيا وخروج الفريق العراقي في الدوره الاربعه هذا ما سهل مهمه اكرم سلمان لتلافي وقراءه هذه الخطوط وتلافي هذه الاخطاء اللي وقع فيها الفريق العراقي نعم. وقدر من خلال الخبره الجيده اللي, يتمت... اللي يمتلكها اكرم نعم. سلمان ان يضع الحلول او الخطوط العريضه لتلافي كل كن... تلك الاخطاء في المباراه السابقه واذا ما لاحظنا الفريق العراقي او الفريق عفوا الكونغو في الشوط الثاني بعد تسجيل الهدف وخلال الربع او الثلث الاخير من المباراه تسي... تسيد على اجواء المباراه لكن الخطوط الدفاعيه وترابط الخطوط و مساعده الخطوط الوسط اللي كانت ما موجوده بالنسبه للفريق العراقي نعم. لكن هذه المباراه من خلال هذه التعاون ما بين الخط منطقه العمليات او الخط الوسط مع الخط الخطوط الدفاعيه اللي قدرت ان تحد من خطوره الفريق الكونغو و تخرج هذه المباراة من طيب هذا حافظ. الهدف يعني تشعر بالشوط الثاني وكأن المدرب استقر على التشكيلة وكأن الفريق بدأ يلعب كرة قدم حقيقية وكأن اللاعبين هستوا يلا دخلوا أجواء المباراة طبعا كل مدرب عندما يستلم مهمة جديدة بكل تأكيد هو في فكرة أو في ذهنه هناك عدد من اللاعبين اللي من الممكن أن يستخدمهم كسلاح قوي بالنسبة إلى تشكيلته الختامية ما ظهر به الفريق العراقي ومن خلال ما تم وضع التشكيلة الأولى والتشكيلة الثانية ومن خلال ما تم التبديلات اللي طرأت على التشكيلة الفريق العراقي يبدو أن أكرم سلمان وضع الخطة أو التشكيلة النهائية بالنسبة للفريق العراقي من خلال التبديلات اللي ظهرت في الشوط الثاني بالنسبة للفريق الكونغوان أعتقد أن هاي التشكيلة ستكون هي المؤهلة في المباراة القادمة بالنسبة للكابتن أكرم سلمان طيب طريقة طريقة المدرب في اللعب للمباراة التجريبية نرى أنه المدرب وكأنما يلعب على خط واحد يعني ماكو خشاش الفريق وهي الطريقه سلاح ذو حدين، هذا انه تلعب بدون قشاش ممكن انه تكشف تكشف خطوطك الدفاعيه خاصه الفرق اللي تجيد عمليه كسر التسلل. قد يكون اختلف بعض الشيء معك لكن في المراحل الاخيره او في التشكيلات الخطط التكتيكيه اللي اعتمدتها اكثر الاغلب المنتخبات الوطنيه هناك اللعب على خط واحد اللي اصبح كل الفريق الفريق الرباعي او المدافعين الاربعه هم من يستطيع ان يسيطر المدافع اليسار المدافع الوسط الاول المدافع الوسط الثاني والمدافع اليمين يقدر واحد يسلسل للاخر واحد ينطي مهمه الاخر لان اذا لعبت قشاش قد تكون هناك مشاكل قد تكون هناك حالات التسلل اللي قد يستغلها الفريق المنافس اللي هي أصبحت إذا بحدين. كان هناك تجانس بين المدافعين نعم هناك نعم نعم لا لا هناك نعم. تجانس أنا أعتقد في خلال هالمباراتين استطاع أكرم سلمان أن يضع خط دفاعي متكامل جيد بعد أن كان هذا الخط متفكك وكانها ضعف ضعف الفريق العراقي الخط الدفاعي في المباراة الماضية كما ذكر قبل شوية لكن الحمد لله اصبح الفريق العراقي يمتلك خط دفاع جيد طيب وهناك انسجام جدا واضح نعم انت تحشيني على الكره الحديثه, نعم. الحديثة. هسه لو نيجي يعني مثال بسيط وقريب من عندنا فريق ريال مدريد او فريق برشلونه فريق ريال مدريد يعتمد على راموس كقشاش فريق برشلونه يعتمد على بيكي كقش اذا اذا هذا هذا المركز مهم بالنسبه للكره الحديثه لا لا برشلونه بالنسبه للريال كلها تلعب بخط واحد اذا ما لاحظنا هسه فريق بر... في اغلب في اغلب الم... لا لا في اغلب العفو زميلي اغلب المباريات اذا ما تلاحظ ان الفريق الريال يلعب يلعب على اسلوب الكرات الخلفيه اللي يعتمد بها على التسلل يعتمد على التسلل بالنسبه للفرق وهو ايضا يلعب تسلل ضد الفرق اللي تلعب امامه وبالت... وبالتحديد لما يلعبون برشلونه الريال يعتمد على حالات التسلل اكثر ما فريق برشلونه اللي يعتمد على نقل الكرات والاستحواذ على الكره فهذه انت برشلونه ريال لا حقيقه انا كتالوني وليس برشلوني <applause> <هي> دمي <applause> احمر اذا خلينا نشوف هدف اللاعب العراقي ياسر قاسم في مباراه الكونغو وبعدين نرجع اذا هدف اللاعب المحترف ياسر قاسم هناك من يرى ان هذا الهدف محض صدفه يعني كرة من خارج منطقة الجزاء كانت حائرة وحتى طريقة دربلينج مال الكرة لم يكن يوحي أنه ياسر قاسم سيسدد كرة في الشباك احنا لا نقلل من قيمة اللاعب العراقي أو أي لاعب عندما يسجل مثل هكذا أهداف طبعا لاعب محترف اولا وثانيا يلعب في دوري من اقوى واعلى في الدوريات في العالم في الدوري الانجليزي لاعب يمتلك المهاره ويمتلك ايضا الحلول الفرديه وهذا دليل على انه عندما سجل الهدف في موهبه وادراك ووعي وقدره عاليه على وعنده حس تهديفي ايضا بنفس الوقت نعم. اعتقد هذه الكرات اللي تسجل من خارج الجزاء كثير من اللاعبين المحترفين وك وك وكثير من اللاعبين الكبار اللي يستطيعون ان يسجلوا من هذه الاهداف وياسر قاسم طبعا اذا ما نرجع الى الوراء وشاهدنا الهدف اللي سجله ضد الفريق الاردني اللي هو كان البوابه الحقيقيه لصعود الفريق العراقي من الاهداف المهمه والاهداف الجميله من خلال المهاره الفرديه والمهاره والموهبه العاليه اللي يمتلك هذا اللاعب لكن طبعا هذا الهدف اللي سجله اعتقد اجى من خلال موهبه هذا اللاعب قوه هذا اللاعب وادراك هذا اللاعب وما يمتلكه من تسديدات من خارج منطقه الجزاء اذا كابتن يعني مساله خط الوسط اعتقد لازلنا بحاجه الى صانع العاب حقيقه الفريق العراقي ليس وليد ليس بهذه الفتره هو ضعيف او لا يمتلك لاعب عندنا اللاعب سعد عبد الامير طبعا خلال الفتره الماضيه كان من اللاعبين المميزين لكن الفتره الاخيره اعتقد اخذ فيه النزول هذا اللاعب وكل ما يكون سعد عبد الامير في الفورمه تجد انه منطقه العمليات او منطقه الوسط تجدها قويه ومتفاعله وقادره على تموين الخطوط الاماميه اللي من خلالها الوصول الى شباك الخصوم لكن هاي هذا الموجود بالنسبه للاعبين هناك من يطالب بعوده نشاط اكرم لان احنا بحاجه الى مايسترو في خط الوسط قادر على الربط بين خطي الدفاع والهجوم. لا يمكن الدخول بهذه المعترك الاكرم نشاه اكرم طبعا من اللاعبين الكبار. <applause> نشاه اكرم طبعا قد يتساءل البعض يقول شاكر شنو علاقاته ايضا كلش قويه نعم علاقتي علاقه روحيه ويا نشاه اكرم ليس وليده اليوم. نشاه اكرم لاعب كبير استطاع ان يقدم للكره العراقيه ما لم يستطع اي لاعب عراقي اخر ان يقدم يعني للكره العراقيه آآ هناك آآ اكيد آآ يونس محمود هوار ملا محمد وهؤلاء اللاعبين الكبار لكن بالوقت الحاضر نستطيع ان نقول اختيار اللاعبين وتشكيله الفريق العراقي كلها موكله بالنسبه للمدرب وهذه من مسؤوليه المدرب لا يستطيع شاكر محمود او غير شاكر محمود من اختيار هذا اللاعب وهذا لان المدرب عندما يختار اللاعب يختار ضمن مواصفات اللي هو اه نعم. تجي مع افكاره مع خططه مع انسجامه مع اللاعبين الاخرين هذا ما نعم. يستطيع قياده الفريق اذا القسم الرياضي اه اجرى لقاء مع الشخصيه الرياضيه والكاتب الصحفي هشام السلمان للحديث عن المنتخب الوطني واستعداده للمباريات المقبله. خلينا نشوفه بعدين نرجع. المنتخب الوطني استعدادا لتصفيات كاس العالم المقبله في روسيا 2018 ستكون سهله بحيث يعني اتحاد كره القدم العراقي يتامل كثيرا في الصعود الى النهائيات. اولا لعده اسباب بصراحه اولها ان التسميه جاءت وفق اعتراضات كبيره من الشارع الرياضي في العراق وبالتالي اجبر الاتحاد العراقي ل يعني اعاده التسميه والتصويت عليها وبالتالي تم الاتفاق على اكرم سلمان هو مدرب المنتخب العراقي واقيم له يعني مؤتمر صحفي وطرح ما طرح اثناء المؤتمر اللي عقد في بغداد مؤخرا. التدريبات اللي اجراها المدرب اكرم سلمان للاسف لم تكن حسب الاتفاق في ملعب الشعب الدولي اعترض على ارضيه الملعب رغم انها صالحه للتدريبات على الاقل وذهب الى ملعب الكرخ وهذه اول اشاره لعدم يعني بصراحه جديه التدريبات في بغداد وبالتالي يمكن وحدة تدريبية واحدة جرت في بغداد في ملعب الكرخ ومن ثم ذهب حاليا إلى مدينة الشارقة الإماراتية لإجراء معسكر تدريبي قصير ومن ثم يعني إجراء مباراتيا مع الكونغو يوم 28 و 31 من هذا الشهر لحد اليوم يعني رئيس البعثة العراقية كامل صغير صرح بأن اكتمل العدد بعد يعني وصول لاعب المنتخب العراقي عدنان علي عدنان من الدوري التركي وسبق يمكن امجد راضي من السعوديه وهمام طارق واحمد كاظم وحالي وايضا يعني جوستن ميرام من الدوري الامريكي حاليا في معسكر الشارقه مكتمل النصاب الفريق العراقي يستعد لهذه المباراتين بعد الغاء مباراه الراس الاخضر اللي كانت مقرره ايضا تقام في الامارات استعدادا للتصفيات اللي تقام في منتصف شهر ايار مايو المقبل. اعتقد هذه هناك العديد من الامور اللي طرحها الزميل العزيز هشام السلمان قد تكون واحده من عدها ارضيه الملاعب في العاصمه الحبيبه بغداد يعني كابتن موضوع جديد او هو قديم في المرحله هاي قد يكون جديد علينا انه نعم احنا نعرف ملاعبنا لكن يعني يعني اذا انت ما عندك ملعب ما عندك ارضيه صالحه انه تتمرن عليها شلون راح تبني منتخب لتصفيات كاس العالم؟ حقيقه هاي سبب من اسباب تاجيلات الدوري وسبب من اسباب تاخر الدوري العراقي وسبب من اسباب عدم اقامه مباريات الدوري بصوره منتظمه اذا ما لاحظنا الدوري العراقي هناك مباراه او مباراتين في يوم السبت او الاحد وهناك مباراه اخرى في يوم الاثنين او الثلاثاء فيضع هنا لأن لعدم وجود الملاعب المؤهله اصبح الاتحاد العراقي مجبر ان تقام تلك المباراة في ملعبين او ثلاثه من اجل استمرار هذا الدوري، لا توجد هناك ملاعب صالحه بالنسبه للدوري العراقي ملعب الشائع لو استطاع البعض من الزملاء الصحفيين وحتى أصحاب الشأن الرياضي وينزلون إلى أرضية الملعب تجدها ليس كما يسمى الثيل الطبيعي لكن الشاهدة كل زرع كل ورود كل كل هذه ما تاثر على اللاعب عندما يكون يلعب ويشطح بالارض هاي يسبب له طبعا حروقات والام وغيرها من هذه عكس ما الثير الطبيعي اللي هو قد يساعد اللاعب العراقي في قيام باي حركه تكتيكيه او تكنيكيه بالنسبه له لكن للاسف الشديد الملاعب العراقيه ستبقى وستبقى تعاني من هذه المساله هناك ملاعب نعم. فقط في اقليم كردستان اللي هي ملعب اربيل وملعب دهوك وملعب زاخو هي اللي مؤهله ان تكون صالحه 100% وبعض الملاعب اللي قد تكون ارضيتها بعض الشيء مقبوله لكن للاسف الشديد هذا نشوفها في محافظه في العاصمه العراقيه الحبيبه بغداد وهي طبعا يجب ان يكون هناك ملعب قادر على استيعاب واحتضان المباراه الدوليه لكن للاسف لحد هذه نعم. اللحظه ما إذن كابتن حقيقه يعني هذا موضوع كبير يعني ما نخوض نخوض يعني مساله الملاعب يعني هذا أنا اوعد الجمهور الرياضي ان شاء الله راح افتح هذا الملف ان شاء الله مع أولي الشين المسؤولين على الرياضه العراقيه لانه يعني احنا اذا ما عندنا ملاعب صالحه اصلا للتمرين شلون نريد ننظم بطولات مهمه اقليميه ونزعل اذا ما ننظمها شلون نريد نصعد الكاس العام يعني هوايه امور طيب خلينا نحكي بالامور الفنيه للمنتخب العراقي يعني شاهدنا خلال المباراتين يعني انه وكانما يعني اجناح الفريق العراقي معطله يعني ال 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 اليمين واليسار دائما الفريق العراقي يعتمد على الاشباه خصوصا في صناعه الفرص المهاجمين حقيقة احنا لا نحكم على فريق او على مدرب او على تشكيلة معينة اللي هي اجت خلال فترة زمنية قياسية خلال 10 او 15 يوم لكن الايام القادمة هي ستحكم او ستبرهن على ان الفريق العراقي يمتلك او لا يمتلك كل هذه الامور ستظهر في الاستحقاقات المقبله لكن الفريق العراقي خلال هذه الفتره ومن خلال هذه المباراتين يستطيع المدرب والكادر التدريبي ان يجد كل الحلول ويجد ان السلبيات اللي موجوده يقدر يتلافاها في المبارات القادمه ويتلافاها في خلال التدريبات اللي ما وفرها اتحاد كره القدم من خلال المعسكرات التدريبيه هي يستطيع ان يتلافى كل السلبيات اللي ظهرت في المباراتين السابقتين مع فريق الكونغو اكرم سلمان طبعا الفتره اللي حصل عليها طبعا هي فتره قياسيه لا يستطيع الشارع العراقي لا الجانب الفني العفو الجانب الصحفي وغيره ان يحكم على نعم ما ستقول في الايام. هناك آه موضوع مهم مساله الجهه اليسرى يتناوب على اشغالها يعني اما علي عدنان اما ضرغام، من هو اللاعب اللي تشوفه مناسب لشغل هذه الجهه او المدافع يسار او شبه اليسار؟ والله كلها حقيقه آه يعني مره احنا نشوف ضرغام يلعب مدافع يسار مره نشوفه يصعد شبه يسار مره نشوف علي عدنان بالعكس حسب طبيعه ما يريده هو المدرب المدرب شي يريد شي يطبق من اي اي خطه تكتيكيه هو بديش الساعه اللاعب اللاعب ما يجي انه يلعب بكيفه اللاعب ما يجي يطبق أنت شو ما حقيقه هو ضرغام حقيقه لاعب جيد لاعب متمكن لاعب شاب يمتلك مواصفات عالية يمتلك سرعة عالية كل هذه الأمور أعتقد قد يفوق اللاعب علي عدنان اللي علي عدنان يمتلك الصح يمتلك السرعة ويفوق على ضرغام بالتسديدات اللي هي من خارج الجزاء لكن أيضا ضرغام إسماعيل يمتلك كل هذه المقاومات يعني انت وكل هذه ضرغام الأمور نتركها إلى الو... المدرب أنت مع أنه ضرغام يلعب في خط الدفاع هذا المركز رغم انه هو جديد عليه هو لعب الرجل بهذا المركز الا انه يعني قدم قدم لكن, لكن ايضا متروكة للمدرب اللاعبين الاثنين هم لاعبين متمكنين اللاعبين لهم هذا يلعب بالدوري التركي طبعا من خل 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 نلعب خلي نحكي عن جهه اليمين جهه اليمين يعني اعتقد انها مشكله المنتخب هي جهه اليمين خاصه بالنسبه للاشباه كيف ترى انت هذه المساله والله خلال المباراتين اعتقد الفريق العراقي قدم ما عليه لا توجد هناك مشكله بالنسبه للفريق العراقي في جميع الخطوط اكرم سلمان اعتقد بينت لمساته بالنسبه للفريق العراقي بين بين العمل خلال الفتره الفريق العراقي ما يحتاج اي شيء بقدر ما يحتاج الحاله النفسيه اللي هي من اهم الفرق اللي قد تفوز على اقوى الفرق من الناحيه النفسيه بالاضافه الى ذلك اكرم سلمان يمتلك القوه التكتيكيه العاليه اللي هي من خلال التطبيقات اللي يقوم بها خلال تدريبات على العشب او داخل المستطيل الاخضر خلال التدريبات وخلال المعسكرات وخلال الاستعدادات اللي يقوم بها اكرم سلمان اذا حبت مشاهدين الراي اولا واخيرا للجمهور الرياضي يعني حقيقه هناك العديد من الجماهير الرياضيه لديها اراء فنيه جيده ومحترمه. احنا اجرينا يعني لقاءات مع عينه من الجمهور الرياضي عن طريقه استعدادات المنتخب الوطني للتصفيات القادمه، خلينا نشوفها وبعدين نرجع. اعتقد ان المدرب اكرم أحمد سلمان يعتبر من افضل المدربين العراقيين والعربيين يمتلك كفاءه، يمتلك خبره، لكن اعتقد هاي ما تليق بمستوى المنتخب الوطني العراقي اللي المنتخب الوطني العراقي تعلم انه مدربي مدرب اللياقه البدنيه اجنبي مدرب العام اجنبي المشرف اجنبي اعتقد المنتخب راح يقدم مباريات جميله مباريات تليق باسمه كمنتخب عراقي اعتقد المنتخب العراقي من عام 1986 تهل كاس العالم بعد ما تهل نتمنى من المنتخب العراقي ان يقدم مباريات جميله وجيده تليق بمستوى المنتخب العراقي بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبه للمباراه الودية لمنتخبنا الوطني مع المنتخب منتخب الكونغو نتأمل انه يقدم مستوى جيد على الاقل انه يحسن من من ترتيبه لان تعرف ان الترتيب بالمباراتين يعني راح يخ... راح راح يفيد انه يخلينا بالمستوى الاول بتصفيات كاس العالم بالنسبه للمدرب اكرم سلمان يعني مدرب غني عن التعريف والى انجازاته نتامل من عنده انه انه مع التوليفه الجديده مع المدربين مع الكابتن نزار اشرف والكابتن جمال صالح انه يضيفون شيء للمنتخب الوطني اعتقد انه اضافه بعض اللاعبين المغتربين في الفتره في هذه الفتره اضافه مهمه جدا على اعتبار انهم لاعبين جاهزين يلعبون دوريات اوروبيه محترفين توقف الدوري الملاعب الرديئه اكيد هذا راح يعكس يعني صوره سلبيه للاعبين المحليين مع احتراماتي لهم لكن اللاعب المغترب اكيد لاعب جاهز راح يعطي اضافه كبيره خاصه اللاعبين ريان مصطفى وهوبير يعني شاهدتهم اكثر من فيديو هم لاعبين محترفين راح يضيفون اضافه جيده اضافه الى لاعبين ياسر قاسم وجستن طبعا اكرم سلمان من المدربين الجيدين الدوليين في العراق لكن لا اعتقد انه بالوقت الحاضر انه مؤهل لقياده منتخب كمنتخب العراق الى اسمه والى باع في مجال كره القدم في الساحه الاسيويه اعتقد انه الوقت غير ملائم لاسباب عديده منها انه حتى التشكيله الحاليه وعدم استدعائه للعديد من الخبرات والمحترفين هو قد يعني يكون حجر عثرة أمام المنتخب الوطني في تحقيق تطلعاته أعتقد أنه المنتخب الوطني في الوقت الحاضر بحاجة إلى مدرب كفو مدرب خبرة يفهم اللاعبين ويفهم كيف يوظف إذا أحبة المشاهدين يعني أكيد لكل واحد من أدنى رأيه وهذه أراء جماهير يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار ويجب أن تحترم مهما كانت يعني هناك من يرى أنه أكرم جسام غير قادر أكرم سلمان غير قادر على تحمل مسؤولية المرحلة المقبلة وهناك من يرى العكس طيب نرجع للكابتن شاكر محمود يعني الحقيقة هناك موضوع مهم أيدك تجاوبنا عليه بأقل وقت لأنه المخرج ده يحكي وياي يقول لي ما ظلك وقت هو يقول نص دقيقة أنا راح أخذ دقيقة إن شاء الله ها؟ مسألة المغتربين هل ترى أنه راح يسحبون البساط من تحت اللاعبين العراقيين المحليين؟ هاي مساله جدا طبيعيه بالنسبه للمنتخبات الوطنيه سواء العربيه او الاجنبيه او الاسيويه، اذا ما لاحظنا يوم امس اسبانيا وهولندا تجد هناك خمسه لاعبين او سته لاعبين يلعبون بالدوري الاوروبي خارج اسبانيا، هذا هذا من ثقافه كره القدم وهذا من تطور كره القدم عندما تضيف اللاعب المحترف بالتشكيله العراقيه، لكن يجب ان يكون إضافة هذا اللاعب ضمن خطة مدروسة من قبل المدرب ومن قبل اتحاد كرة القدم إحنا لا نضيف مثلا سبعة أو ثمان لاعبين أو تسعة لاعبين من مختاربين. هل يا ترى أن الفريق العراق أو العراق لا يمتلك لاعبين جيدين في الداخل لا لا ممكن أن نزج من المحترفين وممكن أن نزج من ال... في من من الداخل وهذا ما يسي سوف ستكون هنا عندك. سوف تكون موجودة لاعبين لا العراق حقيقة يمتلك منجم من اللاعبين لاعبين لكن للاسف الشديد كما ذكرنا قبل شويه وكما ذكر آه الجمهور الرياضي عدم وجود الملاعب اللي اللي هي اعطيني ملعب اعطيك لاعب هذا 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 المثل حقيقه لا ينطبق عندنا في الدوري العراقي. إذن أنا اذا انا لك توجه رساله للمدرب وللاعبين للمرحله المقبله في دقيقه ماذا تقول؟ اللاعب العراقي كل ما هنالك نريد من اتحاد كره القدم اوجه رساله الى اتحاد كره القدم اللاعب العراقي لا يريد سوى الدكتور النفساني مع الفريق العراقي الفريق العراقي حقيقه لا يمتلك في كل هذه المراحل اللي ماضيه لا يستطيع اختيار دكتور نفساني للفريق للاعبين اللاعبين العراقيين لاعبين جيدين لاعبين موهوبين لاعبين يستطيعون قلب كل اوراق او قلب كل موازين اي بطوله يشاركون بها لكن هناك حالات نفسيه اللي هي بعض الاحيان تتغلب على اللاعب العراقي وهذا ما نشاهده داخل المستطيل الاخضر في خارج ما هو متوقع من اداء ومن خلال ما يلعب داخل المستطيل الاخضر اذا شكرا جزيلا لحضورك نتمنى ان نلتقي على الخير والبركه شكرا. يبدو اننا وصلنا احبتي المشاهدين الى نهايه هذه الحلقه هذا هو حميد المظهور يحييكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته